السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي الأعزاء، تحياتي لكم جميعا. للأسف الشديد أنا راح أعرض لكم الآن فيديو مؤلم جدا، اقتحام حرمة بيت شخص جنوبي، والظاهر من كلامه أنه يافعي من قوات وميليشيات المجلس الانتقال. الفيديو ده أقسم بالله العظيم لا يحسد عليه أحد، لا كافر ولا مسلم، قسما بالله العظيم هذا الحدث مع هذه الأسرة، لو تكون هذه الأسرة يهودية إسرائيلية قسما بالله العظيم ما ترضى عليها، والله العظيم أنه قلبك راح يوجعك ولن ترضى بالذي عملوه هذه الميليشيات في هذه الأسرة، والله لن ترضى. فيديو لا يمد الإنسانية ولا للرجولة ولا للأمن ولا للدولة ولا القبيلة ولا أي شيء. شوف بالله عليك هذا الفيديو كمية من الاستفزاز، أسلحة على أطفال رضع وعلى أطفال عمرهم 3-4 سنوات، كمية من الألم لن تراها بأي فيديو. شوف الفيديو ونتحدث. طيب يا أولاد أقول لك خلي حرمة تلبس لحظة، بلبس ها 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 خلي حرمة تلبس بلبس ها نلبس يا أخوي. اخوي الاعزاء مثل ما انتم شايفين والفيديو واضح جدا يحكي نفسه، لا رجولة ولا شهامة ولا نخوة ولا إنسانية ولا دولة ولا أي حاجة، عصابة عصابة عصابة. الرجل الأمن يأتي مكشوف وجهه، ما يجيش من الثم، رجل أمن، رجل أمن يأتي بورقة استدعاء أو أمر قهري. واضح أنه الرجال معه غرفة واحدة، غرفة واحدة هم محاوطين عليه، يعني أكيد رجل أمن يحاوطوا المكان، فين بيهرب؟ والراجل يداته مرفوعة يقول لكم أنا كذا، وهم شايفين شايفين الوضع وشايفين يداته وشايفينه لابس نيكس شورت، يعني إيش بيسوي هذا؟ يقول لهم استنوا عيالي بس يلبسوا، ما في دولة. هؤلاء هم الذي بدلناهم بعفاش، طردنا عفاش تمام وجبنا هذولا الجنوبيين، هذا طبعا المجلس الانتقالي. طبعا لا حد يقول لي انه هؤلاء حضرموت شبوة جن عفاريت، جنوبيين جنوبيين تبع المجلس الانتقالي جنوبيين، والأسرة واضح انها يافعية من كلامهم، واضح انه يافعي. والانتقالي صدع رؤوسنا عندما ندخل معهم بحوارات في في في, في القنوات، وعيد رؤوس يتكلموا كذا انه نحن الجنوب من عاد باب المندب الى المهرة، وانه الجنوبيين كلهم مع المجلس الانتقالي، وانه المجلس الانتقالي مسيطر على الجنوب كامل. طيب انتم مسيطر على الكامل، يعني هذا تبعكم ولا؟ يعني لو في خنباقه في اي مكان تقولوا لا هذا مش تبعنا، هذا مسيطر عليها الفلاني جماعه الفلاني؟ لا لا حبيبي، انت حبيبي هذه قوات جنوبيه تتحمل المسؤوليه،
هؤلاء اللي بدلناهم بعفاش. نرجع موضوعنا، طردنا عفاش وجبنا هذول الجنوبيين. شوفوا كيف يدخلوا على أسرنا، كيف بيدخلوا بكرة على أسركم بهذه الطريقة. بهذه الطريقة بيحط الآلي فوق البنت الصغيرة عمرها 3-4 سنوات، مشحون وفاتح الأمان وحاط فوق البنت الصغيرة. هذا هذول الجنوبيين طبعا مجلس انتغالي، هذول الدولة الجنوبية اللي بتجي بتسوي كذا. آلي بنت صغيرة عمرها 7 شهور 6 شهور، شوفوا كيف مفجوعة، فاتح الأمان وحاط عليه. إيش بتسوي لك البنت الصغيرة هذه؟ عندها حزام نازف؟ ها؟ إيش بيسوي لك؟ هذه الدولة الجنوبية؟ هذول يعني الجنوبيين اللي بيجيبون الدول الجنوبية يسووا معنا كذا وعادوا ما فيش معهم دولة. عاد الأمم المتحدة ما اعترفتش بهم. كيف لو اعترفت بهم وأعطتهم الصلاحيات الكاملة؟ إيش بيسووا بنا؟ يا جماعة الخير، نحن قلنا بتنقذونا بيقع الوضع احسن من عفاش، صرتوا اخس والعب منه، وعادكم كمان تخوفونا بالحوثيين. يعني الحوثيين بيكونوا اسوا من كذا؟ لا ما اعتقدش. لو دخلوا الحوثيين ما اعتقد انهم راح يعملوا مثل ما هذا العمل، لن يعملوا مثل هذا العمل، لا 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 لا, لا. مستحيل. لو دخلوا الحوثيين حيه وسهله، لا يمكن. البديل لا يمكن يكون أسوأ من كذا. البعض الذي يقول لك إيش البديل، لا لا، البديل أي شيء، حوثي جني عفاريتي، لا يمكن أن يكون مثل هؤلاء. هؤلاء خرجوا عن الدين، خرجوا عن الملة. هؤلاء العسكر، على فكرة عشان أذكركم، هؤلاء العسكر عندما يموت واحد منهم في أي مكان تترحموا عليهم. ها مطبلي أنت غالي، هذا الذي يقتحم بيتك يوم من الأيام، ها، وهذا الذي يعمل هذه الرئة تترحم عليه. ونحن عندما نقول الله خارجنا منه، أو القائد حقه الذي أعطاه، أو تزعلوا تقولوا والله عيب الشماتة، معقولة يا تفرح بها؟ يا أخي كيف ما أفرح لما يكون القائد حق هذا الشخص الذي سوى هذا العمل وهذه العمائل؟ هذا بس فيديو واحد اللي صور، بس يعني مش عارف كيف صوروه كذا، طرحوا الكاميرا في أشياء ما في فضائح أكبر من كذا ما تصورت. القائد الذي قال لهذا يسوي كذا، وهذا العسكري لما يموت أسألك بالله ما تشينش أفرح؟ ما تشيني افرح انا؟ كم ما افرح؟ قسما بالله العظيم، المفروض انه اي واحد من قيادات المجلس الانتقالي او من الجنود عندما يموت مفروض نوزع صدقه. نحن مفروض نوزع صدقه لمن؟ للذي قتله. الذي قتله نوزع صدقه عليه، تمام؟ اجر له، ونقول ربنا يسدد يعني مرمى. نعطي له صدقه، نسوي له اجر، لانه خلصنا من افه من هذه الافات، خلصنا من 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 هذا المجرمين. خلصنا، لانه هذا المجرم ممكن يوم عندي انا وبكره عندك. انت تطبل هؤلاء؟ انا لما افرح انه يموت الله ما بيعاقبنيش. دائما لما يموت حاكم ظالم، قائد ظالم، جندي ظالم، عندي الحق من رب العالمين اني افرح وما فيش علي اي ذنب. لكن انت عليك الذنب وترتكب نفس الذنب الذي يعمله عندما تأيده وتطبله. عندما تأيده وتطبله انت ترتكب نفس الذنب. اما انا مش علي ذنب. لهذا المفروض لما يموتوا مثل هؤلاء الكلاب، هم قيادتهم، مفروض ننبسط. يموت باي شيء، يموت باي جبهه، جبهه عند الحوثي، جبهه عند الارهابيين اللي يقولوا عليهم الكذب، طبعا لا في ارهاب ولا اي حاجه، تمام، هو تبع عمال تبع الامارات، يموت بحادث، يموت في جني، ان شاء الله ياكل حبه نعناع يموت. ندعي ونفرح انه ربنا خلصنا من مجرمين، نقص مجرم. ندعي رب العالمين ونصدق اذا في واحد قتله. والله العظيم هؤلاء بيحكموا الجنوب، هؤلاء بيكونوا عسكر حماه الجنوبيين لنا، هذول بيكونوا حماه لنا هذولا، تمام؟ لا لهم بالدين ولا لهم بالشرف ولا لهم بالقبيله ولا لهم بالرجوله. لعنه الله عليهم هم ومن يؤيدهم، واي واحد يؤيدهم نسال الله ان يكون مصيره مثل مصير كل الذي حصل له هؤلاء المظلومين. عقاب له. هؤلاء مظلومين، لكن الذي يؤيدهم يحصل له مثل هؤلاء، يهتان ويتعذب ويقتل ويقتل عز ما عنده من أجل أن يذوق ظلم هؤلاء الذي طبل لهم، طبل للمجرمين. أي واحد طبل للمجرمين نسأل الله أن يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة.